حياكم الله من جديد في أهلا بالعرفج. وصلنا إلى فقرة مزايين الكتب. حقيقة هذه من أكثر الفقرات اللي فيها تنوع في نوعية ما يعرض من كتب. قبل فترة عرضنا كتاب عالمي اليوم، وقبلها كتاب تراثي، واليوم نعرض واحد من الكتب الحديثة للأستاذة هبة قاضي، وهو كتاب دبس الرمان. قبل ما نعلق أو نتحدث عن أو نبدي الملاحظات، خلونا نشوف هذا الفيديو اللي تشرح فيه الكاتبة شيء عن كتابها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير على مشاهدي برنامج يا هلا بالعرفج على قناة روتانا خليجية، وتحية خاصة للدكتور أحمد العرفج عامل المعرفة اللي أنا بصور الفيديو وأنا بأمشي في الممشى تفاعلا مع حملته لتشجيع المشي. أحب أعرفكم بنفسي، هبة زهير قاضي، كاتبة رأي في صحيفة مكة ومؤلفة كتاب دبس الرمان ومستشارة في صناعة المحتوى والتخطيط الاستراتيجي. أحب بداية أني أنفي عن الكتاب تهمة أنه كتاب مقالات عادي، لأنه كتير بنسمعها. هي حقيقة أني أنا استثمرت حرفتي في صناعة المحتوى لأجعل الكتاب سياق نخليه مثري أو مثير للاهتمام. فجمعت المقالات وأيضاً كتبت قصتي مع الكتابة. لكل كاتب قصة مع الكتابة دائماً أسأل عنها وعن البدايات وكيف وصل الانتشار والشعبية. فهنا أنا بحكي في الكتاب هذا القصة، فوضعت قصة الكاتبة المغمورة التي كنتها يوماً إلى يومنا هذا، وكانت البداية مع 3 برطمانات. البرطمان الأول هو برطمان السكر، وفي بدأت الكتاب مع المرحلة المتوسطة أو المرحلة الوسطى في مسيرتي الكتابية، وسميته برطمان السكر لأني كنت بدأت أذوق الشعبية وحلاوة الانتشار والجرأة في طرح المواضيع، ومن ضمنها مقال طرش البحر ميزة. ثم عرضت في الكتاب المرحلة الأخيرة التي سبقت يعني طباعة الكتاب، وهي مرحلة عصير الرمان، وهنا زادت مسؤوليتي وإحساسي بالمسؤولية تجاه مجتمعي، وازدت جرأة في طرح المواضيع، وتحسنت كتابتي وأصبح فيها لي أسلوبي الخاص، وعشان كده سميته برطمان عصير الرمان. ثم أنهيت الكتاب مع المرحلة الأولى وبداياتي البسيطة، اللي أنا أخبرت الكاتب إنني هنا أجرؤ أن أحكي عن بداياتي ووقوفي على الشاطئ ونظري إلى المحيط وتخيلي وخوفي من الخوض في غمار المحيط وفي أسماك القرش والخوف من الغرق. فكانت هذيك البدايات البسيطة اللي فيها تأمل واستطلاع، وأتمنى لكم قراءة ممتعة ودبقة مع كتاب دبس الرمان، ومساءكم سعيد. شكرا للأستاذة هبة قاضي. قبل الكتاب كيفك مع دبس الرمان؟ والله أنا أحب الرمان ودبس الرمان وعصير العنب، كل الخيرات، بالذات الفاكهة القرآنية نسمي المذكورة في القرآن أنا أحبها. هذا شيء. الشيء الثاني، خلينا نتكلم على المحتوى. أيوة، المحتوى في عندك الرؤية 2030 يقول لك دعم المحتوى المحلي. حنا أخذناها أيضا من جانب الثقافي. لو لاحظت الآن الأسبوع الجاي عندنا تركي العواد، اللي بعده فهد عامر الأحمدي. الآن إحنا أخذنا الأستاذة هبة من باب إنه المحتوى المحلي السعودي نبرزه. هذا الشيء. الشيء الثاني أيضا، حققنا رؤية 2030 من تمكين المرأة وتفعيل دورها، فجبنا كتاب. بس عتبي على السيدات وليس منهم هبة، إنه الحقيقة لقيت أكثر مؤلفة أكلمها أقول سوي لنا مقطع فيديو تشرحين في الكتاب في دقيقة دقيقتين، يعتذرون. طيب إحنا كيف نساعدكم إذا أنتم ما تقدروا تساعدونا؟ أنا لو صوتي مو لازم شكل، ممكن صوتي. الشيء الثالث، خلينا نتكلم عن هبة. هبة الحقيقة مكافحة وإنسانة تسعى للأفضل وممتازة، وأنا أعتقد أنها هي الكتاب هذا تبي تطبع طباعة جديدة، فهي فرصة إنه تعيد النظر في بعض المقالات. الشيء الثاني، لغة التقريع والتذمر في الكتاب عالي، مع أنه هبة على المستوى الشخصي وبعض البرامج اللي تسويها على الكتب متفائلة ومنطلقة، ليش في الكتاب في شوية تقريع زايد؟ الشيء الثالث، الكتاب الحقيقة في بعض الموضوعات تستحق أن تبقى مدى الحياة، لأنها تتكلم عن أمور استثمارها للقراءة. هي عندها خطين في الكتابة، الخط العاطفي، والحقيقة الحالة العاطفة تسبق العقل عندها، وفيها شوية تذمر من النواحي الاجتماعية، لكن استثماراتها في القراءة وتجاربها أجمل. أيضا في كثير من المقالات توقفت عندها، من ضمنها مكة لايف اللي سواها صديقنا أحمد الجبرين، كتبت عنه، وثقت المرحلة، وثقت أشياء كثيرة حدثت
وفي بعض المقالات انتهى زمنها زي السيول، زي أزمة القبول في الجامعات، الحجاب، هذه انتهى زمنها في الطبعة الجديدة ممكن. أتمنى أنه أتمنى نعم أنها تبتعد عنها في الطبعات الجاية، لكن الحقيقة أنه هي بنت قارئة جيدة، لغتها الإنجليزية مطعمتها، لذلك هي مرجعيتها دائما تجيب مراجع إنجليزية، وهذا إضافة لنا بشكل كبير أنه أحد يعني يقرأ منتوجاته ويعيد إنتاجها لنا. دبس الرمان اسم حلو، هي تقول أنا في أحد الدول، فجالسة مع أخواتي وأمي فكلموني صحيفة مكة، يلا نبغى اسم الزاوية، تقول ماني عارفة أشوف الاسم، نار نار سفرجل مدري، تقول فجأة لقيت نفسي قدام مطعم اسمه دبس الرمان، قالوا سميه دبس الرمان، فسمت دبس، فذهبت مثلا. جميل جدا، نأخذ أبرز الملاحظات واللي هي اللي ذكرتها بالصفحة. لا شوف في ملاحظات، بس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير ويقول استوصوا بالنساء خيرا، فأنا في ملاحظات بعطيها هبة إن شاء الله على الإيميل ولا كما ودي نقول، مع أنه أقول لك جيد الكتاب أكثر من ردي، عندها بعض الأخطاء المطبعية وبعض الأشياء الخاصة اللي نقولها بعدين على الكتاب. جميل جدا، نروح